إذا للوقوف عند تفاقم أزمة الجفاف والتغير المناخي في العراق ومدى جدوى الحلول الحكومية لمقاومة هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم. يعني بالنظر إلى ما شاهدناه في هذا التقرير، الأراضي الزراعية في محافظة واسط شأنها شأن العديد من المحافظات، طبعا تحولت إلى صحراء قاحلة مع الأسف، ولكن ألا يعني هذا شيئا لوزارتي الري والزراعة دكتور؟ شكرا على الاستضافة أخي العزيز. التقرير اللي تفضلت جدا، واحنا سبق ان تكلمنا على قناتكم الكريمه انه كثير من المؤسسات الدوليه كانت ثبتت انه كل سنه نخسر 100,000 دونم من الاراضي الزراعيه. والعام الماضي وزاره الموارد المائيه قلصت الاراضي الزراعيه 50%، يعني معناها الخساره كبيره جدا. ومثل ما تفضلت، هذه مشكله مو بس بمحافظه واسط، كل المحافظات الوسطى والجنوبية مشاكل كبيرة جدا، وأيضا أعداد الفلاحين اللي تركوا أراضيهم أيضا مثبتة في كثير من التقارير للمؤسسات الدولية. لكن المشكلة أنه وزارة الموارد المائية والزراعة يعني هم عارفين بالمشكلة، لكن ماكو أي إجراء على أرض الواقع تجاه هذه المشكلة. المشكلة الكبرى أنه الإجراءات هي آنية وليست بعيدة المدى، فمن تصير مشكلة يحاولون أنه يحلوها بأي شكل كان، لكن ماكو نظام لإدارة الموارد المائية يأخذ بنظر الأمور الجارية والمتوقعة مستقبلاً إطلاقاً. هذا هو سبب المشكلة. دكتور، هل ترى أن الخطة الزراعية وخطة الري الموجودة تتناسب مع حجم الكارثة في العراق؟ هناك من يتحدث عن حلول، من ضمن هذه الحلول هو تقليل المساحات المزروعة، هل هذا هو الحل من وجهة نظركم دكتور؟ أخي العزيز، أرجع وأقول لك إحنا كثير من البحوث وكثير من المؤتمرات تكلمنا عن هذا الشيء، وآخر واحد كان في سليمانية بشهر تشرين الثاني، وحتى وزير الموارد المائية السابق كان حاضر للمؤتمر وطرحنا الحلول. الحل أنه نغير نظام إدارة الموارد المائية. اثنين، إحنا قلنا التغيير يجب أن يشمل تغيير نظام الري. يعني هسه الري الفيضي هذا فواقد المائيه كبيره جدا، لازم نغيره الى الري بالتنقيط والري بالرش. وطرحنا حلول كثيره بالحقيقه، وتفاصيل الحلول ايضا وضعناها وسوينا توصيات مفصله وقدمناها لوزاره الموارد المائيه، لكن المشكله انه ماكو اجراء على ارض الواقع. طيب دكتور، يعني لماذا تترك السلطات الحكومية على مدى الحكومات المتعاقبة تترك الجانب الإيراني هو المتحكم بالحصص المائية، خاصة إذا ما علمنا أن هناك مشروع يسمى مشروع إيمان الإيراني، والذي يقضي بجمع مليار لتر مكعب، على حساب من يجري كل ذلك دكتور؟ بالنسبة لي سببين هذا الشيء التجاهل. السبب الأول أنه معظم الكتل السياسية لا تعي حجم المشكلة، مشكلة شحة المياه وما وتوابعها طبعا المستقبلية على البلد. هذا واحد. اثنين، أيضا أكو جهات أو أشخاص مستفيدين جدا من هذه المشكلة، اللي هم يستوردون المواد الغذائية. يعني هسه احنا إذا ننزل للسوق في بغداد أو أي مدينة عراقية تقريبا ماكو شيء انتاج وطني، الانتاج الوطني اقل من 10% من المعروض بالسوق. فهذه مليارات الدولارات من المواد الغذائيه ده تستورد من ايران وتركيا، وايران اصلا معتمد اقتصادها الكم سنه اللي فاتت بعد ان فرضت امريكا عليها العقوبات، معتمد بصوره رئيسيه على العراق. وأكو ناس مستفادة من هذا الشيء، فلذلك نشوف هاي المشكلة يومية تتفاقم وتزيد مع الأسف. طيب دكتور، هل اللجوء لمياه الآبار ربما يقضي على نسبة كبيرة من هذه المشكلة؟ لا، ما أعتقد هذا الشيء صحيح، لسبب
أنه أولا المياه الجوفية هي من تجي؟ تجي ما يتغلغل من مياه الأمطار إلى داخل الأرض ومن الأنهار، وهذه كمياتها معروفة ومحدودة. فإذا إحنا طبعا هسه الاعتماد على المياه الجوفية سابقا كان أقل من 5%، و95% على المياه السطحية. نعم هسه إحنا إذا نقلب الآية يعني معناها إحنا راح هذه خزانات المياه الجوفية تنضب في وقت قياسي، مثل ما صار في بحيرة ساوة. نعم ساوة نتيجة الاستثمار غير المعقول للمياه الجوفية جفت البحيرة، وهذا نفس الشيء في كل يعني هاي الدولة مجاورة لنا الأردن. أيضا نلاحظ أنه من يكون استخراج المياه من طبقة حاملة للمياه أكثر من التغذية راح تجف هذه نعم الطبقة، وهذه ما تحل المشكلة بالحقيقة. دكتور نظير، نحن مقبلون في العراق على الشتاء، في الشتاء تهطل الأمطار، هل يمكن الاستفادة من الأمطار على نحو ربما يعني يساعد في حل هذه الأزمة؟ جزئيا نعم، لكن مثلا هسه احنا الامطار وين اللي تفيدنا؟ على حوض اللي موجود عليه مثلا سد الموصل، لكن مشكله سد الموصل انه ما يقدرون يخزنون به اكثر من 4 مليار تقريبا، لانه مشكله باسس السد. بعدين عندنا السدود الاخرى هي العظيم ودوكان ودربندخان وحمرين وحديثه. هذه هي الأماكن إذا سقطت الأمطار بغزارة في نعم هذه الأحواض ممكن نستفاد منها، لكن في أماكن أخرى فائدتها تكون تقريبا معدومة. وأنا سبق أن نبهت على هذه النقطة وقلت المفروض أنه نتجه إلى مشاريع الحصاد المائي لمياه الأمطار حتى نستفاد من هذه الأمطار وما تروح هباء منثورا. طيب دكتور نظير، هناك تحذيرات من منظمة الهجرة الدولية تحذر من مخاطر التغير المناخي في العراق والهجرة من الريف إلى المدينة، تعتقد أن الحكومة الحالية يعني قادرة على تولي زمام المبادرة للتخفيف من تداعياتها، تعتقد ذلك؟ هو ماكو شيء، ماكو مشكلة ما لها حل، لكن تريد شخص أولا يعرف شنو المشكلة وأبعادها العلمية والمهنية والفنية، وثانيا عنده إخلاص للوطن مو للشخص مو للمنافع الذاتية. إذا جبنا هيك شخص ماكو مشكلة ما تنحل. وإحنا أنا أرجع وأكرر مو يعني تفاخرا، لكن أنا وغيري في كثير من المناسبات طرحنا الحلول المطلوبة لتفادي هذه المشكلة. ماكو مشكلة ما لها حل إطلاقا، لكن تحتاج إلى إخلاص وإلمام بالموضوع لا أكثر ولا أقل. عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.